السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليسون 5 هنعرف فيه ايه هو الماضي المستمر، ايه هي الكلمات الدالة على الماضي المستمر، ازاي اسأل سؤال في الزمن ده، وازاي احول جملة عادية خالص الى النفي، وايه هو الفرق ما بين الماضي المستمر والماضي البسيط اللي احنا خدناه في ليسون 4. ندخل في الموضوع على طول ان شاء الله. The past continuous tense expresses an action which was happening when another action stopped it. It also indicates that an action was happening at a certain time in the past. يبقى فيه حاجتين زمن الماضي المستمر بيدل عليهم. أول حاجة إنه بيدل على فعل كان مستمر في الحدوث حينما قطعه فعل آخر. يعني مثلا أثناء ما أنا كنت بذاكر حصل إن حد فتح الباب، أخي فتح الباب، ففتح الباب خلاني توقفت عن المذاكرة ولو لثواني، فده قطع المذاكرة، ده هنا الماضي المستمر. حصل إن فعل قطعه أثناء ما كان مستمر، أثناء ما كنت بجري أو أثناء ما كنت بلعب فجأة وقعت، فالوقوع خلاني بطلت لعب أو بطلت جري. يبقى الماضي المستمر بيعبر عن استمرارية حدوث شيء، ولكن أثناء ما كان هو مستمر في الماضي طبعا شيء تاني أو فعل تاني قطعه. الحاجة التانية اللي بيدل عليها الماضي المستمر قريبة جدا من اللي احنا قلناه، إن هو بيدل على فعل كان مستمر في الماضي في وقت معين، غالبا بذكره بالساعة بالظبط. نشوف ايه هي الكيوردز الدالة على الماضي المستمر. اول حاجة كلمة while بمعنى بينما او اثناء، كلمة when معناها عندما، كلمة as و just as والاتنين معناهم اثناء، يشبهوا في المعنى كلمة while وكمان يشبهوها في الاستخدام. during معناها اثناء، نفس المعنى. all معناها طوال او طول، all day طول اليوم، all night طول الليل. ممكن برضو من الكلمات الدالة عليه ان انا الاقي وقت محدد في الماضي، يعني at 5 o'clock, at 6 o'clock, at 7 o'clock وهكذا. يبقى الكلمات الدالة على الزمن while, when, as, just as, during, all، ووقت محدد في الماضي. ايه هو الفورم لزمن الباست كونتينيوس؟ عشان جملة الباست كونتينيوس تكون صح لازم الجملة تحتوي على was or were plus الverb plus ing. example: I was reading at 5 o'clock yesterday. الجملة اللي قدامي دي I was reading at 5 o'clock yesterday دي جملة ماضي مستمر، كان فيها حاجة واضحة بتأكد ان ده ماضي مستمر، ان انا لقيت وقت محدد في الماضي ولقيت الفعل اللي قدامي بيدل على الاستمرارية، لان القراءة ما بتبقاش حاجة لحظية، القراءة بتستمر لفترة. لو هسأل سؤال هنا هيكون ايه؟ ممكن اقول ماذا كنت تفعل الساعة 5، وممكن اقول متى كنت تقرأ. لو هقول ماذا هتبقى what، وهجيب وراها طريقة المقص لأن الزمن ده بيتسأل فيه بطريقة المقص، يبقى was هتتحول إلى where و I هتتحول إلى you، يبقى what were you doing at 5 o'clock yesterday. ممكن أسأل ب when، when were you reading. المثال الثاني they were studying. لو هسأل سؤال هنا ممكن أقول what were they doing، ماذا كانوا يفعلون. طبعا هي ماضي مستمر استخدمت فيها وير بلس الفيرب اللي هو study وحطيت له اي ان جي. نرجع تاني للكلمات الداله على الزمن. اول كلمه هنتكلم عليها هي كلمه وايل، من الكلمات المهمه جدا في زمن الماضي المستمر. وايل ليها اكتر من حاله واكتر من طريقه ولازم نركز فيهم، الموضوع محتاج قدر من التركيز ولو بسيط. اول حاجه وايل بيجي وراها جمله كامله مكونة من جزئين. الجزء الأول من الجملة اللي ورا while بيكون ماضي مستمر، ولو قلت كلمة ماضي مستمر معناها إن أنا أقصد was or were plus الverb plus ing. وناخد بالنا إن مش أي فعل أقدر أحط له ing، لازم الفعل ينفع يكون مستمر، زي read يقرأ ينفع يكون مستمر، study ينفع يكون مستمر. في أفعال تانية ما ينفعش إنها تكون مستمر، زي fall يقع ده بتبقى حاجة سريعة، زي open يفتح بتبقى حاجة سريعة، فلازم اخد بالي من النقطه دي. الجزء الاول من كلمه وايل او من جمله اللي فيها وايل بيكون ماضي مستمر، يعني was or were plus الverb plus ing، والجزء الثاني منها بيكون past simple او ماضي بسيط، يعني بيكون من التصريف الثاني للفعل. يبقى وايل بيجي وراها ماضي مستمر، ده الجزء الاول، اما الجزء الثاني بيكون ماضي بسيط يعني تصريف ثاني للفعل. طيب examples على الكلام ده، لو قلت while I walk I meet my friend، أثناء ما كنت ماشي أنا قابلت صديقي. نلاحظ إن مقابلتي لصديقي وقفتني عن المشي، فإذا حصل إن في فعل قطع فعل تاني، إذا الفعل اللي كان مستمر هو المشي والفعل اللي قطعه هو مقابلة الصديق، عشان كده هتبقى while هيجي وراها ماضي مستمر والجزء التاني هيكون بسيط. يبقى هتبقى while I was
walking I met my friend. الجزء الأول خليته ماضي مستمر والتاني خليته بسيط يعني تصريف تاني للفعل. في حاجة جميلة أقدر أعملها هنا، كلمة while ممكن يجي وراها الجيرند على طول، يعني بدل ما أقول أثناء ما كنت أنا أمشي ممكن أقول أثناء المشي، يبقى هشيل I وهشيل was وهسيب الجيرند. الجيرند يعني اسم الفعل. اسم الفعل هو الاسم اللي بيتم تكوينه من الفعل وذلك بإضافة ing للفعل. يعني read معناها يقرأ، لو عايز القراءة فبقول reading، swim معناها يعوم، عايز أجيب اسم من verb swim فبقول swimming، run معناها يجري، عايز الجري فبقول running. يبقى أقدر أجيب ورا while الجيرند. ايه هو الجيرند؟ هو الاسم الفعل اللي بيتكون بإضافة ing للفعل. example تاني، while أحمد sleep dad arrive. while هيجي وراها الماضي المستمر، يبقى sleep دي هتبقى was or were plus الverb اللي هو sleep زائد ing، والجزء التاني من الجملة هيبقى تصريف تاني، فهتبقى بالشكل ده، هتبقى while أحمد was sleeping dad arrived. نلاحظ حاجة مهمة جدا، أثناء ما كان أحمد نائم بابا وصل، فإذا الجزء التاني هو اللي ماضي بسيط، والفعل اللي قدامي arrive هو فعل من الأفعال الريجولر اللي بتحط لها دي بس، ما هوش أفعال غير منتظمة. The girl break the glass while she jump. البنت كسرت الكوب أثناء ما كانت بتقفز. هنا نقطة مهمة جدا، while جيالي في الوسط مش جيالي في الأول، لازم أخد بالي إن while سواء جات في الأول أو جات في الوسط اللي هيجي وراها هو الماضي المستمر اللي هو was or were plus الverb plus ing، والجزء الثاني بيكون ماضي بسيط يعني تصريف تاني. سواء الماضي البسيط بقى جالي في الأول قبل while أو جالي بعد الماضي المستمر اللي هو بعد while، ده ما يلخبطنيش، أهم حاجة إن while بيجي وراها الماضي المستمر. طيب لو جات في الوسط برضو هيجي وراها الماضي المستمر، واللي في الأول هو اللي هيكون الماضي البسيط يعني التصريف التاني للفعل. The girl broke the glass while she jumped، هتبقى the girl broke the glass while she was jumping. وأقدر أقول the girl broke the glass while jumping أثناء القفز، حذفت الفاعل وverb to be. The boy fall while he run، نلاحظ إن while جاي في الوسط برضو ما يلخبطنيش، while هيجي وراها الماضي المستمر أيا كان مكانها، والجزء اللي بعد كده بيكون ماضي بسيط سواء بعديها أو قبلها، فاللي في الأول هيكون ماضي بسيط يعني تصريف تاني. ونلاحظ إن في فعلين هنا، فعل فول يقع وفعل رن يجري، الجري هو اللي كان مستمر والوقوع اللي وفول هو اللي قطع الجري، عشان كده باين ان في فعل قطع الاخر، فهيبقى الجملة بالشكل ده the boy fell while he was running. واقدر اقول the boy fell while running، الولد وقع اثناء الجري، وده اللي هو الجيرند. اذا انا عرفت حتى هذه اللحظة ان while بيجي وراها ماضي مستمر جملة كاملة، يعني was or were plus the verb plus ing، والجزء الثاني ماضي بسيط، وممكن اجيب وراها الجيرند بان انا اجيب الاي ان جي على طول من غير was ولا were، وطبعا هشيل الفاعل كمان اللي هو سواء اي او هي او شي او ات الى اخره. جملة كمان، زياد leave home while mother cook، زياد غادر اثناء ما كانت ماما بتطبخ. نلاحظ ان while جاي في الوسط، اللي وراها هو اللي هيكون ماضي مستمر، واللي قبليها هيكون تصريف تاني ماضي بسيط، فهتبقى بالشكل ده، هتبقى زياد left while mother was cooking، أمر come while mother cook، فهتبقى أمر التصريف التاني من come هتبقى came while mother was cooking. هنتكلم بعد كده على حالة مهمة جدا لكلمة while. احنا قلنا دلوقتي ان while بيجي وراها ماضي مستمر يعني was or were plus the verb plus ing، والجزء التاني بيكون ماضي بسيط يعني تصريف تاني للفعل. انا بعمل كده ليه؟ لان بيبقى في فعلين، واحد كان مستمر وواحد تاني قطعه، فاللي مستمر بيكون ماضي مستمر اللي هو was or were plus the verb plus ing، واللي قطعه ده بيكون ماضي بسيط يعني تصريف تاني للفعل. ولكن في حالة ان ممكن يكون في فعلين مستمرين في نفس الوقت، مستمرين في نفس الوقت ولم يقطع احدهما الاخر، مفيش حد فيهم قطع التاني، في الحالة دي ما ينفعش ان انا اجيب ماضي مستمر ماضي بسيط، لازم يكونوا هما الاثنين مستمرين. يبقى دي نقطة مهمة جدا، لو لاحظت ان الفعلين اللي في الجملة مستمرين في نفس الوقت ولم يقطع احدهما الاخر، ففي الحالة دي while هيجي وراها ماضي مستمر ماضي مستمر. طيب بعرف ان مفيش حد فيهم قطع التاني ازاي؟ من معنى الفعل نفسه، هل هو من الافعال اللي بتبقى مستمرة ولا مش منها. يبقى القاعدة اللي هتكلم عليها while، ان while بيجي وراها past continuous يعني was or were plus the verb plus ing، والنص التاني كمان past continuous يعني was or were plus the verb plus ing. while dad read the paper mom watch tv، اثناء بابا ما كان بيقرأ الجريدة او الصحيفة الجورنال،
مام واتش تي في، كانت ماما بتشاهد التلفزيون. نلاحظ ان القراءة والمشاهدة دول نشاطين ما فيش حد فيهم او ما فيش نشاط منهم قطع التاني، فالاتنين مستمرين. اذا في الحالة دي انا بقيت مجبر ان اجيب الجملة بالشكل ده: While dad was reading the paper, mom was watching TV. اثناء ما كان بابا بيشاهد بيقرأ، ماما كانت بتشاهد، الاتنين مستمرين. While I study my lessons, my brother sleep. اثناء ما كنت اذاكر دروسي، اخي كان نائم. فالنوم مستمر لفترة والمذاكرة مستمرة لفترة، مفيش حد فيهم أو حاجة أو نشاط فيهم أو فعل فيهم قطع التاني. ففي الحالة دي أنا بقيت مجبر إن أجيب الزمانين اللي ورا كلمة while، هما الاتنين ماضي مستمر، فهتبقى الجملة بالشكل ده: While I was studying my lessons, my brother was sleeping. The children listen while the teacher talk. المدرس بيشرح مثلا في الفصل أو بيتكلم، عملية الشرح مستمرة لفترة، وفي نفس الوقت الأولاد أو التلاميذ اللي قاعدين قدام المدرس بيستمعوا له وهو يشرح. فإذا في نشاطين مستمرين مفيش حد فيهم قطع التاني، الكلام وفي نفس الوقت السماع بالنسبة للطلبة. عشان كده الحل هيكون ماضي مستمر ماضي مستمر، فهتبقى بالشكل ده: The pupils أو the children were listening while the teacher was talking. كانوا يستمعون بينما كان المدرس يتكلم. While هنتكلم عن حالة ليها دلوقتي، يمكن احنا لسه كنا قايلين لمحة عنها، ان while بيجي وراها الجيرند. الجيرند اللي هو اسم الفعل، اللي هو الاسم اللي بيتم تكوينه بإضافة ing للفعل. اقصد هو الفعل بالing بس مفيش قبليه لا was ولا were، وطبعا لو مش هحط was were فمش هحط الفاعل، يعني لا هلاقي I ولا he ولا she ولا it الى اخره. الجزء الثاني طبعا من جملة while هيكون ماضي بسيط، يعني تصريف تاني للفعل. Example: While I was reading, I fell asleep. أثناء ما كنت بقرأ، I fell asleep يعني غلبني النوم. طبعا في حاجتين هنا، حاجة كانت مستمرة وحاجة قطعتها. أنا كنت بقرأ وفجأة النوم غلبني، يعني استغرقت في النوم فجأة يعني. ففي الحالة دي ده أوقفني عن النشاط اللي هو القراءة. أقدر في الجملة دي أعمل إن أنا أقدر أحذف I وأحذف was وأقول while reading I feel asleep، أثناء القراءة أنا غلبني النوم. أحمد broke his watch while he was playing. أحمد كسر الساعة بتاعته أثناء ما كان بيلعب. أقدر أقول أحمد broke his watch while playing، ده استخدام الجيرند اللي هو اسم الفعل اللي بيتم تكوينه بإضافة ing للفعل وبدون was or were. اللي بعد كده كلمة as وكلمة just as، والاتنين بيساووا بعض وبيساووا كلمة while في الاستخدام، بمعنى ان هلاقي وراهم ماضي مستمر والنص التاني هيكون ماضي بسيط يعني تصريف تاني للفعل. ماضي مستمر يعني was or were plus the verb plus ing، وماضي بسيط يعني تصريف تاني. example: as or just as، دي او دي واحد مش فرقة. I woke I find some money. اثناء ما كنت ماشي وجدت بعض المال. as or just as: I was walking I found some money. انا جبت التصريف التاني من كلمة find، verb find ده يعتبر irregular وده فعل غير منتظم، والتصريف التاني بتاعه بيبقى كلمة found. I sleep as or just as she run. آية انزلقت اثناء او بينما ما كانت هي بتجري، فهيبقى الحل I slept، ده التصريف التاني من sleep، as or just as she was running، اثناء ما كانت هي بتجري. كلمة when لو في الأول والجملة اللي قدامي آخرها question mark فدي تعتبر متى. لا، كلمة when أنا رابط من روابط ومعناها عندما، وكلمة when من الكلمات المهمة جدا في الاستخدام، وهي مميزة بحاجة غريبة جدا، إن هي ممكن تساوي while وممكن لا تساوي while. يعني ممكن يجي وراها ماضي مستمر بعد كده ماضي بسيط أو العكس، زي ما هنشوف دلوقتي. ادي وين دلوقتي هلاقي هيجي وراها الباست سيمبل او الماضي البسيط يعني التصريف التاني للفعل، والجزء التاني بيكون باست كونتينوس يعني ماضي مستمر. اذا هي بالشكل اللي قدامنا ده تعتبر عكس استخدام كلمة while اللي قلناه في الاول خالص، لان while كان بيجي وراها ماضي مستمر ماضي بسيط، انما وين بيجي وراها ماضي بسيط ماضي مستمر. ماضي بسيط يعني تصريف تاني للفعل، وماضي مستمر يعني was or were plus the verb plus ing. ممكن يجي وراها past continuous يعني ماضي مستمر، والجزء الثاني هيكون ماضي بسيط. وبالشكل اللي قدامنا ده
هي تعتبر بالظبط بتساوي كلمة وايل. يبقى وين ممكن بسيط مستمر وممكن مستمر بسيط. طيب انا بعرفها ازاي؟ بلاقي نص الجملة محلول بشكل معين فانا بستنتج النص التاني. يعني لو لقيت جاي وراها ماضي بسيط يبقى النص التاني هيكون ماضي مستمر، ولو لقيت جاي وراها ماضي مستمر يبقى النص التاني هيكون ماضي بسيط. examples: when I saw أحمد he was working، عندما رأيت أحمد كان يعمل. هنا أنا جايب ورا when ماضي بسيط تصريف تاني verb saw اللي هو أساسه كان see، والجزء التاني ماضي مستمر he was working. when the boy fell down he was jumping، عندما وقع الولد كان يقفز. هنا أنا جايب وراها past continuous أو past simple، past simple ماضي بسيط تصريف تاني، وجايب النص التاني منها ماضي مستمر. when the boy was studying a mouse appeared، عندما كان الولد يذاكر فجأة ظهر ماوس أو فار. فنلاحظ حاجة مهمة جدا، إن هنا جاي وراها ماضي مستمر والتاني ماضي بسيط، يعني هنا بتساوي كلمة while. when the girls were drawing، عندما كان البنات يرسمون dad came، مجيء بابا خلاهم إن هما بطلوا الرسم عشان مثلا يقابلوه. ففي الحالة دي نلاحظ إن هي بتساوي كلمة while في الاستخدام. during من الكلمات المهمة جدا في الـ past continuous هو كلمة during، لأن بعض الناس بتستخدمها بشكل خاطئ أو بتتلخبط ما بينها وما بين كلمة while. during معناها أثناء، بس during بيميزها إن بيجي وراها النون وليس الجيرند. لو أنا قلت while I was watching a film، while I was watching a film أثناء ما كنت أشاهد الفيلم، ف during مش هينفع أقول during I was watching the film، هقول during the film. طيب لو قلت while I was watching the match مع during هقول during the match أثناء المباراة. طيب ناخد بالنا إن during تاني بيجي وراها النون وليس الجيرند. يمكن في بعض الأحيان ممكن نشوفها في بعض الجمل جاي وراها الجيرند، وإن كان ده شيء خاطئ بس وارد إن احنا نشوفها بالشكل ده. during معناها أثناء، بيجي وراها النون، بعد كده بيجي وراها الماضي البسيط يعني التصريف التاني. while I was watching the film I fell asleep، أثناء ما كنت أشاهد الفيلم غلبني النوم. لو عايز أحط during في الجملة دي هكتب during قدامي كده، وهحذف I وهحذف was وهحذف watching وأدور عن النون. أنا عايز أقول أثناء الفيلم I fell asleep، مش محتاج أقول أثناء ما كنت أشاهد الفيلم. during بيجي وراها النون الاسم نفسه، يبقى during the film. while he was visiting France he saw the Eiffel Tower، أثناء ما كان في زيارة لفرنسا شاف برج إيفل. يبقى أنا مش محتاج أقول was plus the verb plus ing، ممكن أقول أثناء زيارته his visit، visit يعني زيارة، يبقى during his visit to France he saw the Eiffel Tower. دي جملة محلولة على طول. during the match dad arrived، أنا هنا جبت أثناء المباراة ما قلتش أثناء ما كان يشاهد المباراة. using all with the past continuous tense، كلمة all معناها طوال، زي all day طوال اليوم، all year طوال السنة. I was studying all day yesterday، كنت أذاكر طوال اليوم أمس. لو هسأل سؤال في الجملة دي فأنا بمنتهى البساطة ممكن أقول what وأعمل مقص مع تحويل was و I، هتبقى where you، يبقى what were you doing all day yesterday، ماذا كنت تفعل طوال اليوم. the boys were playing well all the match، الأولاد كانوا يلعبون جيدا طوال المباراة. ينفع أسأل سؤال هنا بأداة استفهام اللي هي كلمة how مثلا، كيف كان الأولاد يلعبون، يبقى how وأعمل مقص مع where، how were the boys playing، كيف كان الأولاد يلعبون. طبعا الإجابة كانوا يلعبون well جيدا. using at before a specific time، استخدام at قبل وقت محدد في الماضي، وده كنا قلناه في الأول خالص. ممكن أقول في الماضي المستمر at 5 o'clock yesterday، at 6 o'clock yesterday وهكذا، لأن الماضي المستمر بيدل على استمرارية فعل معين في وقت محدد في الماضي. ممكن أقول مثلا I was sleeping at 3 o'clock yesterday، ولو هسأل سؤال هنا ممكن أسأل بوات، ممكن أسأل بوين متى. لو بوات هقول what were you doing at 3 o'clock yesterday، ولو بوين متى ممكن أقول when were you sleeping. طيب بعد كده we were sweeping the house at 7 p.m، ممكن أسأل سؤال هنا وأقول what were you doing at 7 p.m. mom was cooking when dad came، الجملة اللي قدامي دي أقدر أسأل فيها سؤال أقول what was
mom doing when dad came? Making questions and negative. إزاي أعمل سؤال ونفي؟ طبعا السؤال بمنتهى البساطة في زمن الماضي المستمر بعمل طريقة المقص. لما الاقي جملة مثلا I was reading at 2 o'clock yesterday هعمل مقص، ولكن دايما لما بيكون عندي I was بحولها في السؤال إلى where you، يبقى what were you doing at 2 o'clock yesterday. في نفس الجملة أقدر أسأل بمتى، when، يبقى when were you reading، متى كنت تقرأ. The boy was playing in the park at 4 o'clock. لو هنفي الجملة دي هنفيها ازاي؟ باجي على was لو موجودة أو where لو موجودة وحط not، يبقى the boy wasn't playing، أو لو كان في were كنت هقول weren't playing. طبعا هنا was عشان the boy مفرد. طيب who was playing in the park، أنا هنا سألت بهو. طيب إزاي أسأل بأداة استفهام هو في الأساس؟ هو بسأل بيها عن الشخص، والحاجة اللي أنا هسأل عليها أو الشخص اللي هسأل عليه في الجملة دي جاي لي في أول حاجة في الجملة اللي هو كلمة the boy. إذا كان الحاجة اللي أنا هسأل عليها جاية لي في أول الجملة، فكل اللي أنا بعمله أني بحذف الحاجة اللي أنا بسأل عليها دي وبكمل جملتي عادي. يبقى هو was playing in the park، من كان يلعب في الحديقة. أقدر أسأل سؤال وأقول what، ماذا كان الولد يعمل في الحديقة الساعة 4؟ يبقى what was the boy playing، تبقى غلط، ما ينفعش أقول playing، يبقى أنا كده جبت الإجابة. يبقى what was the boy doing in the park at four o'clock. ممكن أسأل بمتى لأن عندي وقت، ممكن أقول متى كان الولد يلعب في الحديقة، يبقى when was the boy playing in the park. وأقدر أسأل بأين، where was the boy playing at 4 o'clock. كده مش هجيب the park لأن دي الإجابة. تركيب السؤال بمعنى هل أو yes no. Yes no questions في زمن الماضي المستمر بمنتهى البساطة بيبقى عندي was أو where، فبعمل مقص بwas أو where ومفيش أي مشكلة. يعني example، لو لقيت yes I was helping sister tidy the room هعمل سؤال إزاي بهل؟ هبدأ بالمقص بطريقة المقص ما بين was وما بين I، بس مع تحويل I ل you و was إلى where، تبقى where you helping sister tidy the room yes I was أو no I wasn't، ولو هنفي هقول I wasn't helping sister tidy the room. Yes she was drinking coffee. لو هسأل سؤال هعمل مقص ما بين she وما بين was. Was she drinking coffee? Yes she was. No she wasn't. ولو هنفي she wasn't drinking coffee. Yes أحمد and أمير were studying. لو هسأل سؤال هعمل مقص ما بين أحمد and أمير وما بين كلمة were. أنا استخدمت معهم were لأنهم جمع. يبقى where أحمد and أمير studying، where أحمد and أمير studying yes they were أو no they weren't، ولو هنفي هقول أحمد and أمير weren't studying. The difference between the past continuous and the past simple، إيه هو الفرق ما بين الماضي المستمر والماضي البسيط اللي احنا خدناه في lesson 4؟ بمنتهى البساطة الماضي البسيط اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده ده بيدل على إن شيء أو فعل حدث وانتهى في الماضي، وممكن احدد وقت محدد تماما بانتهاء الفعل، بس انا ما قلتش ان الفعل ده استمر. يبقى الماضي البسيط بيعبر عن فعل حدث وانتهى في الماضي في وقت محدد، اما الماضي المستمر بيدل على ان فعل كان مستمر في الحدوث في الماضي عندما قطعه فعل اخر، كان مستمر عندما قطعه فعل اخر، او ان فعل كان مستمر في الحدوث في وقت محدد في الماضي. The past simple expresses an action that happened and ended at a certain time in the past. الماضي البسيط بيعبر عن فعل حدث وانتهى في وقت محدد في الماضي. ناخد examples على الماضي البسيط تاني كنوع من revision اللي احنا خدناه في lesson اللي فات. لو قلت I took a photo 2 hours ago. الجملة اللي قدامي past simple ماضي بسيط، تصريف تاني من take بقى took قدامي زي ما انا شايف. لو حبيت اسأل سؤال في الجملة دي هلاقي عندي وقت، فاقدر اسأل بيه when، متى، وطبعا ما فيش حاجة أعمل بيها طريقة المقص، فسؤالي في الماضي البسيط بيكون باستخدام كلمة did، بجيب ورا did الفاعل بعد كده مصدر الفعل took فهيبقى take. يبقى when did you take a photo. I met my friend at 6 o'clock. met يعني قابلة، ده ماضي بسيط تصريف تاني للفعل. لو هسأل سؤال أنا عندي وقت هقول when، والجملة ماضي يبقى when did I تحول إلى you، when did you و met تحول إلى meet المصدر بتاعها. When did you meet your friend? I studied English yesterday. أنا عندي جملة ماضي studied، هسأل بوات، وممكن أقول what
subject من المادة، بعد كده هقول did الفاعل I يحول إلى you، و studied إلى study yesterday، وممكن أقول كمان متى when did you study English. ده كان examples سريعة على ال past simple اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. ال past continuous اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة طبعا ده expresses an action that continued for some time in the past، بيدل على فعل استمر لفترة محددة أو في فترة في الماضي، أو ممكن يكون استمر ولكن توقف عندما قطعه فعل آخر. Examples وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، I was studying English at 8 o'clock yesterday، ده بيدل على استمرارية حدوث شيء في الماضي أو فعل في الماضي في وقت محدد. We were helping mom in the kitchen all day، طبعا فيه كلمة هنا بتدل على زمن past continuous، هي كلمة all، كنا مستمرين في مساعدة ماما في المطبخ. While we were playing football in the street we saw a thief، أثناء ما كنا بنلعب كرة في الشارع رأينا thief أو لص، فبيدل على حدوث فعل كان مستمر عندما قطعه فعل آخر. The people were smiling I took a nice photo، هنا في ماضي مستمر والجزء الثاني ماضي بسيط. اللي قدامنا دي مجموعة exercises على الأجزاء اللي احنا قلناها كلها، لو احنا ركزنا في اللي فات الصفحة اللي جاية إن شاء الله هي صفحة الإجابة للتمارين دي. ممكن قبل ما نوصل للصفحة اللي جاية دلوقتي ممكن نعمل pause للفيديو لمدة دقايق بسيطة وبورقة وقلم ونحاول نحل الحاجات اللي تحتها خط باللون الأحمر دي، وبعد كده إن شاء الله نراجع إجابتنا في الصفحة اللي جاية ونشوف الدنيا بالنسبة لنا عاملة إيه. كده ده الأنسر للإكسرسايز اللي فات، المفروض دي هتبقى الإجابة إن شاء الله. ممكن نشوف الإجابة بتاعتنا ونقارنها باللي قدامنا دلوقتي. بكده يبقى احنا خلصنا الحمد لله شرح زمن الباست كونتينيوس. أتمنى إن شاء الله إن يكون اللي احنا قلناه فيه فائدة، ونكمل إن شاء الله في دروس تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.